سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الهاتف على تطبيقكم جاكو. قم بالضغط هنا على تطبيق جاكو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المنيو الشخصي، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الحساب، وهنا يمكنك بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الهاتف، ثم سوف نقوم بانتظار قليلا. وهنا يمكنك أن تقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بكم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.